فحص كورونا. عندي اي اعراض اني هسه نهائيا. هاي عملية الفحص جيب القطنة. بعدها نفتح هذا انبوبة وبيها سائل ونجيبها القطنة ونخليها بالسائل هالشكل. ونسحب القطنة. هالشكل. وندب على صفحة. ونرجع نغلقها. من خلال هاي الفتحة راح نخلي هنا. نقطرها هنا. تظهر نتيجة الفحص انه اني خالي من الفيروس، من خالي من فيروس كورونا اللي هو بس على حرف سي. وحسب ما موضح هنا هاي النتيجة، تكون بيك انت ايجابية طبعا. هاي النتيجة ايجابية، وايضا هاي النتيجة ايجابية. والنتيجة السلبية هاي فقط اللي فقط حرف سي. احيانا هنا مثل ما موضح بالكتالوج، احيانا يطلع لك حرف سي قوي بإشارة قوية، ويطلع حرف تي بإشارة ضعيفة، هذا يعني أنت مصاب. وهاي أيضا، وإذا اثنينات قويات أيضا أنت مصاب. فقط إذا ظهرت عندك الإشارة على حرف سي والباقي مبي نظيف على حرف تي، شوف مثل هذا بالضبط، فهذا يدل على أنه أني ما مصاب. الحمد لله والشكر. 14 يوم انحجرت بالرغم من اني اني ماخذ لقاحين لكنهم صابيت بفيروس كورونا. فمو شرط يعني انه انت ماخذ لقاح ما تنصاب، لا تنصاب، لكن الاصابه تكون غير قاتله باغلب الاحيان. وتختلف الاصابه من شخص الى شخص، الشباب غير شكل والكبار بالعمر غير شكل، راح تكون تاثيراتها من شخص الى شخص تختلف حتى بالعمر الواحد. يعني واحد عمره 30 وهذا عمره 30، الاصابه راح تختلف من هذا الى هذا حسب المناعه اللي عنده بجسمه وحسب الامراض اللي عنده. انا بالنسبه لي ما ادخن، وكانت يعني ليالي صعبه كلش مرت علي. تحياتي لكم، نرجو السلامه ان شاء الله للجميع، ونرجو من كل المصابين بفيروس كورونا ان يراعون سلامه الاخرين من اقربائهم واصدقائهم وناسهم والناس المحيطين بهم. عندما تصاب فيروس كورونا يجب أن تحجر نفسك بعيد عن الآخرين. مواعيد أطباء عندك، عندك زيارات، عندك تسوق، عندك خلي الآخرين يتسوقوا لك، توصل الآخرين يروحون يتسوقوا لك، وممكن أقربائك أو أصدقائك أو أهلك اللي ما مصابين بيك. وضروري كلش تحجر نفسك أكثر من 14 يوم، تتأكد مثل هذا الفحص اللي سويته أنا إنه أنت خالي من فيروس كورونا، يلا تقدر يعني تختلط بالآخرين. تحياتي لكم، نرجو لكم سلامة.